بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبدأ على بركة الله بالفصل الخامس اللي هو أشباه الموصلات Semiconductor. طبعا الفصل هذا كلش سهل وبسيط ويعني ما أخذيه إحنا بالمراحل الأولى من الدراسة مالتنا بالإعدادية والبداية. يعني الهسة اللي موجود بها Semiconductor هي عبارة عن مجموعة من المواد التي تكون التوصيلية مالتها بين المعادن وبين الموصلات والمعادن، واللي تتضمن هذه أشباه الموصلات في بالنسبة إلى الجدول الدوري اللي هو جروب ثيرد في. ثيرد في اللي هي هذا موجود هنا البورون والأيمنيوم والغاليوم والإنديوم والسيليكون والجرمانيوم والكربون والفي الانتيمون والأرسنايد والبي. شو يعني هذا لسه الموجود الحكي هنا بأن يقول أكثر أغلب المعادن اللي موجودة هي تتضمن بهذه الفقرات بالنسبة إلى جزء من الجدول الدوري هو هذه الأشباه الموصلات. فهسر إن راح نيجي على السهولة مالتنا بالنسبة لأشباه الموصلات راح نستخدم أو نختار من عندهم اللي هو السيليكون العفو. التركيب البلوري مالته بالنسبة إلى السيليكون الاكسترنال اوربيتال الكترونيك ستراكشر از 3s2 3b2. شوفوا شلون بالنسبه الى الاس ناخذ 2 والبي ياخذ شقد ياخذ 6. فهسه احنا عندنا فقط 2، فلازم شي يسوي؟ لازم هنا لازم على مود يشبع هذا المدارج. قد يراد انه اربع نوب على مود يشبع البي، ماشي؟ فهسه انتبهوا الى هذا الشكل، انتبهوا الى هذا الشكل. وهسه راح نشرح عليه هذا الشكل. بالنسبة إلى ذرات السيليكون هسه انتبهوا إلى السهم وين موجود على السيليكون الموجودة بالوسطى. كل ذرة من الذرات مال السيليكون تكون محاطة بأربع ذرات. هسه انتبهوا إلى هاي واحدة هاي اثنين هاي ثلاثة وهاي أربعة. أربع ذرات تكون محاطة بالذرات بالنسبة إلى ذرة السيليكون. كل واحدة من هذه الذرات راح تساهم بذرة ذرة، فايش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا أربعة، ماشي؟ أربعة هي اللي مطلوبة، وإحنا عندنا 2 مناك واثنين، فصار عندنا أربعة بأربعة صار عندنا 8. فانتبهوا عليها، كل ذرة 2 4 6. شوفوا هنا 2 4 6 8، هاي شنو لذرة السيليكون. هذا كل الحكي اللي موجود هو عبارة عن هذا الترتيب. فأخذنا ذرة السيليكون وشرحنا عليها بالنسبة إلى الترتيب مالتها، وتكون الذرات مرتبطة بأواصر تساهمية كوفلنت مات. اوكي، فهسه نجي اذا نقول ات لو تمبريتشر عندما درجات الحراره الواطئه، ايش راح يصير عندنا؟ السيليكون راح يكون على شكل عازل. عندما نصعد درجه الحراره، عندما تزداد درجه الحراره، فدرجه الحراره الموجوده راح تكسر الاواصر التساهميه اللي موجوده بالسيليكون، وما تؤدي الى راح يصير of the covalent bond الكترون، واللي هذا يؤدي بين الالكترون سوف يترك المكان مالته ويعوف المكان. لما نعاف المكان مالته ايش راح يسوي؟ راح يسوي هول مكانه، ماشي؟ فلما راح يصير اكزايتيشن بالالكترون سوف يؤدي الى ان يترك مكانه هول. فالطاقه اللازمه على مود نحصله بالنسبه للجرمانيوم هي 0.75 الكترون فولت و1.22 اي في بالنسبه الى السيليكون. شويه انا دا اسرع على مود الحجم. اغلب المعادن the most important characteristic of semiconductor يعني اهم الخصائص الرئيسيه بالنسبه لاشباه الموصلات هي تكون على شكل هذه الفقرات السته. المقاومه مالتها والثيرمال والنيجاتيف ثيرمال كوفيشن معامل حراره معامل الحراري السالب. المقاومية مالتها بين 10^-5 to 10^-4 اوم بالمتر. The thermoelectric power which can produce by semiconductor هنا is very large، يكون يعني هنا عندنا الطاقة الالكتروثيرموالكتريك يعني الكهروحرارية اللي راح تتولد بالنسبة إلى أشباه الموصلات تكون كلش كبيرة إذا ما قورنت بالنسبة إلى المعادن. رقم أربعة، هناك نوعين من أنواع الكارير اللي هو حاملات الشحنة اللي هو الإلكترون والهول. رقم خمسة،
هاي سنسيتيف تو لايت، تكون كلش حساسة للضوء. ورقم 6 راح نتحكم بالريزيستيفيتي بالمقاومية مالتها باي ادينج ترافلينج اور بنت تفلينت. اما ثلاثية او خماسية ترافلينت اور بنت بنتافيلنت اللي هو شنو راح هنا راح يصير على شكل امبيورتي اللي هي شوائب. هذه الشوائب لما نضيفها راح تصير التوصيلية مالتها تزداد بنسبة الى يعني كعامل الى 1000 تايمز لالف مرة. هسه نجي الى هذا الموضوع اللي هو انترانسينج سيمي كوندكتر. انترانسينج سيمي كوندكتر شنو هذا؟ اللي هو اشباه المواصلات النقية اللي هي البيور. اشباه المواصلات النقية تدعى بانترانسينج سيمي كوندكتر. عند عندنا هنا هذا المخطط اللي هو فالانس باند اللي هو مملوء بالالكترونات بالحاله الاعتياديه، والكونديكشن باند اللي هو شنو فارغه تكون بالحاله الاعتياديه، والمسافه اللي بينها تمشي يساوي نفسها اي في يعني هي الطاقه بالنسبه الى فالانس باند والطاقه بالنسبه للكونديشن باند، واللي بيناتهم هي يسموها اي جي اللي هو فجوه الطاقه هاي الموجوده بين الرسم. هذه بالحاله الاعتياديه. هسه يقول when semiconductor temperature is increased، عندما تزداد درجة الحرارة to high temperature a certain number of electron in the valence band، راح يصير هنا عدد من الالكترونات اللي موجودة في الفالانس باند راح شي يسوي راح بي thermally excitation راح يصير بها تهيج حراري وتنتقل الى condition band. ماشي؟ فهنا ايش راح يصير عندنا leaving a hole in this in their place، راح هنا يصير عندنا عملية excitation من الفالانس باند الى الكونديشن باند، فالالكترون لما يغادر هذا المكان راح ايش يصير به؟ راح يترك مكانه فجوه. The electron which reach the condition band is partially filled in this band and ready to electroconduct when external electric field is applied. راح الالكترون يوصل الى condition band وبهذه الاثناء يكون مستعدا بعملية التوصيل الكهربائي اذا اجى مجال كهربائي خارجي. احنا نعرف بان الالكترون هو يحمل شحنة سالبة والهول تحمل شحنة موجبة. ماشي؟ The hole which is be in the valence band، الفجوات اللي باقي بالفالانس باند اللي هو هنا تكون تحمل شحنة موجبة. And it's move in the same direction، بنفس الاتجاه of the applied electric field. هذه شوية انتبهوا عليها، تمشي بنفس الاتجاه بالنسبة الى المجال الكهربائي. بينما الالكترون يتحرك in the opposite direction، راح يتحرك باتجاه معاكس للمجال الكهربائي. على مود نحسب معامل التوصيل الكهربائي electric conductivity coefficient اللي بالنسبة الى العدد الكلي اللي موجود، ايش راح يصير عندنا؟ راح نحسب من عنده electric current density اللي هو J of the E. الاي هو شمثل الالكترون and the whole current density J of H، واحدة من عندهن للاي واحدة من عندهن للH. الاي الالكترون والH هول، واذا كان العدد الكلي per unit volume اللي هو number of N and the average electron drift velocity V sub E، راح يصير عندنا هنا نشوف طلاب average electron drift velocity ها بالنسبة للالكترون V sub E، وعندنا average هول درفت فيلوسيتي يصير عندنا V sub H، واحدة للإلكترون واحدة للهول. فهسه المعادلة الرئيسية مالتنا G sub E يساوي إن N في الـ E بين قوسين اللي هو درفت فيلوسيتي بالنسبة للإلكترون، ونفس الحالة بالنسبة للهول. هنا صار N بالنسبة للإلكترون والـ B positive اللي هو بالهول، فهنا صار عندنا واحدة للإلكترون واحدة للهول. احنا نريد العدد الكلي مالتهن. هسه قبل ما نجي على العدد الكلي راح نجي التعريف مالتها مال V sub E اللي هو ميو في الـ E الموبيلتي للإلكترون والموبيلتي للهول، هذا المقدار مالتها. بما انه عندنا اثنين هذين معلومات والقانون الرئيسي بها هذين، فمجرد تعويض راح نعوض بالG sub E وG sub H. فالعدد الكلي مالتنا هو هي طلعت هذه المعادله مالتنا، العدد الكلي صار عندنا جي سب اي زائد جي سب اتش اللي هو ذن المعادلات الفوق. ايش راح نجي؟ راح نعوضها مباشره في هذا القانون، مجرد رياضيات تطبيق مباشر. عندنا جي يساوي سيجما في الاي، فاذا السيجما ايش راح اوتوماتيكيا السيجما هي هذه بين قوسين، فصار عندنا جي سيجما في الاي، فهذا المقدار مالتنا طلعت عندنا قيمه السيجما.
يقول إذا كانت عدد الـ بالنسبة إلى أشباه الموصلات النقية يكون عدد الفجوات يساوي عدد الإلكترونات. من هذه العلاقة راح يصير عندنا سيجما يساوي لنا إن إي في هذا المقدار. ماشي، هسه لحد هنا على مود الوقت راح نكمل بالمحاضرة إن شاء الله تجي.